صباح الخير يا جماعة، وازيكم؟ لو سألتوني عن أكتر فيديو عزيز على قلبك في القناة أنت عملته، هقول لكم الفيديو بتاع التليفون اللي من شركة فيفو، وهو الفي 23 برو. محقق أعلى نسبة مشاهدة بفضل ربنا، ثم فضلكم أنتوا. محقق تقريبا 38 ألف مشاهدة، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف أسفل الفيديو. النهاردة هنتكلم عن التليفون اللي من شركة فيفو، اللي هو الفي 25 برو. وليه مش 24؟ عشان هما ما بيتفائلوش قوي بالرقم ده، هما تخطوا الرقم ده وعملوا ال 25 برو. التليفون دوت اول تليفون ينتج في مصانع فيفو اللي انشأتها في مصر في الشرق الاوسط. التليفون ده امكانيات رائعة وجميلة وجبارة، كاميرات جميلة، شحن سريع، شاشة رائعة، وسعر حنين وتحفة، وهنعرفه في اخر الحلقة دي. خليكم معانا عشان نستعرض مع بعض التليفون الجميل اللي معانا النهاردة، وهو فيفو في 25 برو. خليكم معانا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. فيفو في 25 برو، تليفون جاي بمواصفات رائعة وجميلة مقارنة بالفيفو الفي 23 برو بتاع السنة اللي فاتت. تليفون بيقدم إمكانيات رائعة من شركة فيفو. هنعمل مقارنة بسيطة بينه وبين التليفون الفي 23 برو واحنا بنستعرضه. هنشوف هل الشاشة اختلفت، الكاميرات، البطارية اخبارها ايه، طب البروسيسور، كل ده هنتناوله النهاردة في الحلقة بتاعتنا. التليفون بيحقق بصراحة شكل وقيمة وإمكانيات جميلة. مش بس كده، كمان السعر بتاعه جميل جدا ومناسب للإمكانيات، يمكن أقل كمان من الإمكانيات، خاصة وإن ده التليفون دوت أول تليفون في سلسلة فيفو ينتج من مصانع فيفو اللي موجودة أو اللي أنشئت في مصر في الشرق الأوسط. طبعا التليفون دوت إمكانياته رائعة، وفي ظل قلة الاستيراد من الخارج بالنسبة للتليفونات أو المعدات التكنولوجية، هنلاقي التليفون ده مناسب جدا جدا للناس في مصر. هنستعرض مع بعضنا التليفون، وهنعمل زي ما احنا قلنا مقارنة بسيطة بينه وبين الفي 23 برو، وفي آخر الحلقة إن شاء الله هنقول السعر بتاعه. مش هنسى زي كل مرة أوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد من قناتنا على طول. صندوق الوصف أسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا، خشوا خدوا فكرة عن المعدات، خاصة إن هم عاملين عروض تحفة، ولو عجبتكم حاجة اشتروها دعما للقناة. يلا مع بعض نبتدي نستعرض التليفون اللي معانا النهاردة الجميل، فيفو في 25 برو. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 17 اغسطس 2022، ابتدى يطرح للبيع 25 اغسطس 2022. ابعاد التليفون 158.9 في 73.5 في 8.6. الوزن المقدر للتليفون هو 190 جرام، واعلى شويه او اكتر شويه من بتاع السنه اللي فاتت. التليفون الشاشه بتاعته هتيجي منحنيه، ده للعلم يعني. بيدعم تركيب شريحتين اتصال، ومقاوم للذرات فقط والخدش والامطار البسيطه. بالنسبه للشاشه، زي ما احنا قلنا الشاشه منحنيه من الطرفين، مش زي بتاع السنه اللي فاتت، من نوع الاموليد، مليار لون. الريفرش ريت بتاعه 120 هرتز، بيدعم الاتش دي ار 10 بلس، والنتس بيوصل ل 1300 نتس، بيتفوق بالشاشه دي عن الشاشه بتاعت السنه اللي فاتت. مساحه الشاشه هي ما اتغيرتش، 6.56 انش، بقوه استحواذ 89.6%. ريزولوشن الشاشه 1080 في 2376 بكسل، بقوه استحواذ 378 بي بي اي او بكسل بير انش او بكسل لكل انش زي بتاع السنه اللي فاتت. طبقه الحمايه هتبقى من نوع الكورنينج جوريلا جلاس 5. نيجي بالنسبة للبلاتفورم او السيستم، هيبقى فيه هيبقى معاه اندرويد 12
بالواجهة فان تاتش 12. هنيجي بالنسبة للبروسيسور، هيبقى من ميديا تك دايمن سيتي 1300، معتمدية بتاعته 6 نانومتر. هو تقريبا بتاع 1206 نانومتر، ونفس حتى كمان ثماني النواة بنفس التفصيلة او التوزيع بتاعة الانوية. النواة الرئيسية الكاستم هتبقى بقوة 3.0 جيجا هرتز كورتكس A78، ده المسمى بتاعها. ثلاث انوية متوسطة بقوة 2.6 جيجا هرتز كورتكس A78. الاربع انوية الموفرة للطاقة بقوة 2.0 جيجا هرتز كورتكس A55. كارت الشاشة الجي بي يو هو نفس كارت الشاشة مالي الجي 77 ام سي 9. نيجي بالنسبة لكروت الشاشة، ما بيكبلوش كروت الشاشة، ولكن بينزل بذاكرة نوعين من الذاكرة، 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت من النوع اليو اف اس 3.1، ومعاهم الرامات هتبقى 8 جيجا بايت رام مع ال128 جيجا بايت، و 12 جيجا بايت رام مع ال256 جيجا بايت، وحسب اختيار حضراتكم. نيجي بالنسبة للكاميرات، من الظهر وبطريقة شياكة كده وشكل شيك، ثلاث كاميرات متوزعين على الظهر بجانبهم الفلاش. الكاميرا الرئيسية بقوة 64 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.9، ودي عريضة مدعمة بي دي اف وول اي اس والاوتو فوكس، ودي اقل من الكاميرا بتاعت السنة اللي فاتت، اللي بتاعت السنة اللي فاتت كانت 108 ميجا بكسل. الكاميرا الارت وايد هي تقريبا 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، والكاميرا الماكرو هي تقريبا برضو 2 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4، بيدعموا ال اي دي فلاش، بتدعم تصوير ال اتش دي ار والبانوراما. الفيديو بيوصل تصوير الفيديو ل 4K بفريمات 30 فريم بير سكند. المرة دي الكاميرا السيلفي من الأمام في المنتصف في الأعلى، وهي كاميرا واحدة بدون فلاش، مش زي بتاع السنة اللي فاتت كان بكاميرتين ب2 فلاش يمين وشمال. الكاميرا بقوة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.5، ودي عريضة بتدعم تصوير الـ HDR، وتصوير الفيديو بتوصل ل 1080 بيكسل بفريم 30 فريم بير سكند، اقل من بتاع السنه اللي فاتت اللي كان بيدعم 4K برضه. بالنسبه للاود سبيكر هو استيريو من الاسفل ومن الاعلى، وللاسف ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5. وحدات الكوميونيكيشن رائعه، الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث 5.2 هو الجي بي اس هو الان اف سي مش موجود، والانفراريد مش موجود، الراديو مش موجود، اليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، بيدعم البصمه على الشاشه اوبتيكال اسفل الشاشه، وكل السنسورز موجوده. وفي خاصيه جميله جدا احب انوه عنها، وهي ان الظهر معمول بطريقه او بيسموها الكلر تشينجينج باك بانل كلر، بمعنى ان هو لما بيتعرض للضوء الشمس بيتغير اللون بتاعه زي ما انتم شايفين في الفيديوهات وفي الصور. وهي نفس الخاصيه طبعا بتاعه السنه اللي فاتت اللي كانت برضه في نفس التليفون 23 برو، وبتدي انطباع كده او شكل، لو انت حبيت تخلي شكل كده جميل على الظهر بيبقى شكله جميل وشيك قوي. نيجي بالنسبه للبطاريه، البطاريه اعلى من بتاع السنه اللي فاتت 4830 ملي امبير ليثيوم، معاه شحن سريع اسرع من بتاع السنه اللي فاتت 66 واط، بيشحن 40% في 15 دقيقه و 71% في 30 دقيقه بالظبط. التليفون البطاريه والشاحن بتاعه رائعين جدا زي ما بتقول الشركه. بينزل منه الالوان الاسود والبلو الشيك اللي احنا بنشوفه في الصور. التليفون دوت التقدير المبدئي بتاعه هو 440 يورو، يعني تقريبا بالمصري احنا بنتكلم في 8800 جنيه تقريبا مصري. ويكفي ان هو على منصة الانتوتو واخد اعلى سكور بعكس بتاع السنة اللي فاتت، والسكور اللي واخدها 70 40 90 في منصة انتوتو. التليفون فعلا بيقدم امكانيات جميلة ورائعة حسب الاختبارات اللي جربوها الناس اللي بتقدم التليفون دوت واللي استخدموا التليفون ده. لغايه ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب تكون المعلومات البسيطه اللي انا قدمتها نفعت حضراتكم. لو ان شاء الله باذن الله شفناه في السوق هبتدي اخاطب الشركه تبعت لنا واحد نعمل له انبوكسنج وريفيو. لو حد جربه يا ريت يقول لنا ايه رايه فيه. ما تنسوناش زي كل مره، مش هنسى اوصيكم
سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه. اسفل الفيديو هتلاقوا في صندوق الوصف لينك بتاع شركة جوميا، خشوا خدوا فكرة، لو عجبتكم معدات اشتروها دعما للقناة. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.